نجوم النادي الاهلي كابتن اسلام. احنا طبعا متواجدين في الاتوبيس الخاص باللاعبين لفندق الاقامه، انت عارف اللعيبه متواجده هنا حتى مباراه سموحه، بنتمنى كمان مباراه كانو سبورت تبقى في القاهره، يعني ما يبقاش الامر كمان في برج العرب، لان مجهود كبير جدا يا كابتن اسلام. الفرحه كبيره والفرحه حلوه، لكن انا مش عايز اسيب عاشور يا جماعه، يعني انا مش قادر اسيب كابتن عاشور. انا عايزك بس كابتن اسلام هيزهق مني كده. لا كابتن اسلام طول ما يشوف كابتن عاشور على شاشه البطوله ما شاء الله يا اخي. البطوله كان في ايه؟ السوبر. في السوبر؟ لا السوبر. 11 للاهلي. ال 11 للاهلي انا 10 الحمد لله. طب ده في ناس بتنا طب بص كلهم هيتحدوا. ليه يا كابتن عاشور بس؟ ليه؟ ده في ناس يعني في ناس بتنافسك يا كابتن عاشور، مش اشخاص، الموضوع يعني الموضوع مش اشخاص، لان الاشخاص اللي هيبقى صعب، لكن في ناس بتنافس كابتن عاشور وبتتكلم على تاريخ كابتن عاشور وقيمه كابتن عاشور و بطولات الكابتن عاشور، ده بيزودك حافز وبيزودك تركيز كبير يا كابتن عاشور، ما بتركزش انت في اي امور، انا عارف ان انت لا عندك فيسبوك ولا واتساب والموضوع صعب قوي، موضوع صعب قوي يا كابتن عاشور. خليهم يضحكوا تاني. لا الحمد لله انا بقول لك انا بركز الحمد لله. في كل بطوله في كل ماتش ده اللي اتعلمناه زي ما قلت لك في النادي الاهلي، كل ماتش بندخل فيه بيبقى لازم تبقى رقم واحد ولازم تكسب، ده اللي اتربيناه في الناشئين وده اللي لما طلعنا الدرجه الاولى الناس الكبار اللي فيها هم اللي قالوا لنا لازم تبقى تكسب ولازم كل ماتش تاخده بجديه وباصرار وبتركيز وتكسب على طول، يبقى المكسب ده على طول في دماغك. فده الحمد لله زي ما قلت لك انا في الاول بركز في كل حاجه، مركز في تمريني، مركز في الماتشات، بركز في كل تفصيله كل صغيره وكبيره بركز فيها، والحمد لله انا دلوقتي 36 بطوله ولسه يعني الحمد لله يعني انا عندي طموح، عندي طموح كبير الحمد لله انا ابقى اكتر لعيب في العالم واخد بطولات، ده طموحي وان شاء الله هوصله باذن الله. مطلوب ايه من اللعيبه اللي جايه يا كابتن حسام الفتره اللي جايه؟ خلاص احنا يمكن هناخد من كلامك كابتن محمود الخطيب قال لك اللي حقق خلاص ده دخل في التاريخ، اللي جاي هو الاصعب، مطلوب من لعيبتنا الفتره اللي جايه يا كابتن حسام؟ مفيش، احنا على طول اللعيبه الكبار بتتكلم على طول مع اللعيبه الصغيره واللعيبه اللي جايه جديده، انت لما بتدخل بطوله والحمد لله بتحققها وبتكسب زي البطوله بتاعت النهارده دي بتفصل خالص عن بص اجباري انا مش عارف ارد ضروري الدكروري لازم كل لازم يشاور يا جماعه، مش ممكن مش عارف اتكلم ولا اركز ولا اعمل اي حاجه، سيبه يتكلم يا دكروري. ارد عليه؟ طب ولا ارد عليك؟ ما لا خليك معايا سيبك منه. فانا بقول لك والله نستنى وحياة ربنا. اللي جاي ايه يا كابتن عاشور؟ اللي جاي ان شاء الله اللي احنا نعم الحمد لله الحمد لله. فاحنا خلاص هنفصل زي ما قلت لك النهارده نفرح، ومن بكره ان شاء الله عندنا تمرين وعندنا بطوله ثانيه، عندنا سموحه وان شاء الله اول ماتش نبتديها ان شاء الله باذن الله، نحاول ان احنا نكسب برده والدوري ده يبقى بتاعنا ان شاء الله. حبيب عاشور حبيب ربنا.